السلام عليكم كبدي ديالي، لاباس عليكم؟ بخير هانين، كنتمنى تكونوا بألف خير. غنحط لكم البنات هاد الفلوغ اللي استغليت فيه 5 ايام او 6 ايام وانا كنصور كل نهار نهار شويه، فريمون ما قديتش نصوره او نحطوا دقه واحده راكم عارفين شنو كاين. بالنسبه للبنات المرض ديالي مشيت لا كلينيك قالوا لي يمكن يكون سياتيك، بادون سياتيك ما كيكونش الفوق كيكون لتحت، يكون يا ربي يكون عصبه ملويه دات ديشيرور، يمكن يكون هادي يمكن يكون هادي يمكن يكون هادي. كيف ما غتشوفوا في الفلوغ كامل تفرجوا حتى الاخر باش تعرفوا المشكل اللي عندي ومنين جا. بقاو معايا البنات لاخر الفلوغ. السلام عليكم خوتي خواتاتي كبيده ديالي عائلتي الثانيه، لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير. غندير هذا الفلوغ بكلمه شكر لكاع الناس اللي قالوا لي الله يشافيك. بصراحه كانوا حتى تفاعل كبير لدرجه انني والله ما نكذب عليكم، يعني ما كنتش ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم، دي فوا التعبير كيخون. كنشكركم بزاف البنات. وبالنسبه للمدره ديال فدا ربي الحمد لله، اي حاجه جات مرحبا والف مرحبا، جات من عند الله مرحبا بها، هذه الاولى. ثاني حاجه البنات، حطيت الفلوغ بصح، بارطاجيت مع الناس بزاف ديال الحوايج، بارطاجو معايا باردون اللي تطات لي اللي صيفطات لي الطبيب اللي تطات لي هذاك الطب البديل. انا ملي سمعت لوبيراسيون فريمون تخلعت لانني في حياتي بزاف ديال العمليات لا تعد ولا تحصى، حياتي كلها عمليات ولله الحمد. انا ملي سمعت لوبيراسيون تخلعت. الوغ البنات عطاوني واحد السيد كايم الطب البديل، لان المشكل اللي عندي جو كخوا عندي عصبه ملويه. انا دابا غنعاود ندير سكانير باش نعاود نتاكد عصبه ملويه واللي دارت لي ديشيرور ما بين عنقي ويديا. يديا الحمد لله تفشات لي الحمد لله، ماشي بحال الاول، لان في الاول الخاتم ما كانش كيدخل ليا. ولله الحمد هادشي ديال سيدي ربي كنحمد عند الله ونشكر عليه. تمام، وجهي تبدل، وجهي صفا، يعني ما كيبقى عندك الخطر حتى شي حاجه. انا الا حيت هاد الكولي عاوني بزاف، الكولي كيعاصي كيهود ليا، ما كنبقاش قادر نهز راسي. الوغ هاد الكولي هذا عاوني بزاف وشكرا بزاف على البنات. ما كنتش كنتخيل ان لا فيديو او حطيت لا فيديو باش يطلع طوندونس. كنتفاجئ البارح بالعزواوه معايا كصايق، طلع الطوندونس، وهذا بالفضل ديالكم وبالحب ديالكم. خاصكم تعرفوا بلي اي واحد فينا سواء كيكون عيان او ما يدغ، مع ان بزاف الناس قال له حقا بز حقا كذوب حقا الدعاوي ديال شي ناس ولا حاجه. انا ما تنامنش بهذا الشيء، انا كنخاف من دعاوي الناس في حاجه وحده، الا كنت انا ظالمه والحمد لله ما عمرني ظلمت باش غادي يدعي فيا شي واحد. هذا ما كان حاجه يعني ما ماشي بسيطه، لان فريمون محناتني دارت لي سخفه محنتني، ولقيت بزاف البنات كانوا عندهم نفس التجربه اللي دازت معايا. وبصراحه ما كانتش تجربه اللي هي غير سهله، هي تجربه البنات اللي صعيبه. عرفتي انا عسيتي خاصت لي قعدك من هنايا بزاف ديال الحوايج. الحمد لله على كل حال، وتعاطفوا معايا الناس بزاف ودعوا معايا بالشفاء، يعني وما عرفتش غادي نقول لكم. والله كنشكركم بزاف نتوما العائله ديالي الثانيه. منين كنفرح كنبغيكم كاملين تفرحوا معايا، ومام منين ما عرفتش ديك النهار حسيت براسي مريضه، بغيت نقولها بغيت نبارطاجيها مع الناس، لان منين قالوا لي نفتح فريمون دخلت. انا ما بغيتش ندير لوبيراسيون، انا عندي فوبيا من الافتتاح، عندي فوبيا يعني راه ماشي عندي 12 اوبيراسيون اللي دايره على كل حاجه على شحال ولله الحمد. دابا البنات انا غادي ندير سكانر، بقاو معايا لاخر الفلوغ غنعاود نتاكد، لان انا الوقت اللي مشيت لا كلينيك ومشيت كلينيك ما سويتو كيف ما قلت لكم عصبه اللي تلوات ليك، واش من الكليمه واش من ما عرفتش واش من كندوش واش من. انا هادشي اللي عطى الله، انا غادي ندير سكانر غدا انا والعزوه. فرحان فيه العزوه قال لي صافي شرفتي غادي نتزوج عليك. تقدر باش نموت اش غتموت؟ هادشي انت كتقولي؟ ايوا ما نعرف. يلاه معايا البنات، ولا البنات حنايا وصلنا، يلا غندخل ندير سكانر دابا. من بعد البنات عملت السكانير وعرفت اشنو كاين المشكل اللي عندي،
هو شي حاجه اللي ما كانتش طاح ليا في البال. فوالا هادو هما لي كعماق اللي درت هذا يا ميمتا. فوالا هادو الصوت كامل كاملين هانتوما. ماما تشد معايا هاك 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 خلي لي هاك. فوالا البنات هذا هو السكانير اللي درت. من بعد كل واحد شنو تيقول لان اللي فتحنا السكانير ولا اللي غير هما اللي كيعرفوا او كيبينوا اشنو كاين. المشكل اللي عندي البنات هو ان عندي الفضق هنا في رونكي واللي مت انا كنعرف الفضق كيكون في البوط كيكون في الكرش ما كيكونش هنايا. هذا الفضق هذا منين جاني؟ الفضق جاني من البوا من الغولد. انا وصلت لواحد النيفو في الغولد غا بزاف رغم انني ما تيبانش في هذا هو المشكل. شفت انا ملي كنت سلقم وكنضعف كنوصل 90 كيلو 96 كيلو 113 كيلو راه ما بيناش فيه ولكن راه فريمون فيه 113 كيلو 200 غرام. والثقل البنات اثر لي على ظهري وعندي في هاد لابارتي هذه هنا عندي الفضق ما بين الديسك والديسك. هذا هو المشكل اللي عندي ولي فريمون دوز فيه دابا الحمد لله كوميم. كنحيد الكولي شويه وكنحطو كنديرو شويه لان ملي كنحيد الكولي كنحس بواحد التعب يعني بحال كنهز راسي بحال راسي كنهزو. انا خصني ضروري ندير الكولي باش كنحس براسي راه مهزوت ودوك لي ديسك ديالي ما كيبقاوش يتحركو بزاف غير واحد شويه كنحيدو شويه وكنديرو شويه عرفتو مع الصاد وكيعرقني وكيزمطني ولكن ما عندي ما ندير. الوغ عندي الحل الوحيد لا سوليسيون الوحيده هي انني ندير ريجيم وريجيم قاطع او مضاعف. كانت في البالون البالون فايت ديراها وما كلات معايا والو. انا قصيت البالون ما بقاتش كتاكل معايا قلت ندير الكابسول. انا غير البنات انا نتوما اللي غادي تنصحوني كيف ما كتعرفي يعني بزاف الاراء باي باي الاراء يعني كتختلف وانا كنبقى نقرا تقريبا بحال هادشي كنقرا لي كومونتير كاملين وكنشوف. انا واش البالون ما غاديش نعاود نديرها قلت ندير الكابسول هذيك اللي كتشرب وكتنفخ في المعده لانني انا المشكل ديالي مع الماكله ما كناكلش بزاف ولكن كنبقى الماك كناكل شويه 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 شويه. عندي الماكله ادمان بحال واحد مدمن على المخدرات. انا عندي ادمان على يعني على النقب من هنا ومن هنا والشوكولاته والتخربيق عرفتي. انا كنت درت ديك 20 يوم ديال الريجيم فريمون تهلكت فيها ديال بصح. المشكل اللي وقع لي انا راه كنخدم الكونجي في شهر 8 ما بقيتش مشيت ليه رجعت كناكل رجعت هادي فريمون. انا 113 ما بيناش فيه ولكن انا فيه 119 كيلو وهو المشكل هو السبب اللي خلى العنق ديالي يولي فيه الفضق. الوغ البنات قالوا بلي خاصني نضعف لو بيتون بوسيبل سينو ما ضعفتش كيف ما كانوا قالوا لي في الكلينيك الاول. الا كان كبير خاصو لوبيراسيون وانا ما نقدرش ندير لوبيراسيون واخا يا ربي وما نعرف اشنو يوقع. هذا ما كان البنات شكرا لكم كاملين وشكرا للميمات والخواتات والخوت لكل اللي سولوا فيا واللي عيطوا عليا واللي جاوا عندي للدار تحيه لهم كامل. وفريمون الناس اللي جاوا عندي وشافوني ما كنتش كنتسنى انهم يجوا عندي الايه كتقلب كيف ما غنعاود نقول لكم صحبه كاين كيبان في وقت الضيق اما الوقت الضحك ووقت دابا غادي ودابا غادي راه كيكون بنادم حداك ما كيحيدش من عندك ولكن الوقت ديال الصح هي فين كلشي. الو يسرا صافا شويه كي بقيتي الو يسرا داي كيجيو على الوقت اللي بغاو. المهم تحيه لكم وهذا ميساج مقصود واللي 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 اللي حطيت لي هذه اللبسه تكدو يلبسها. تحيه لكم وشكرا الناس كامل اللي كيسولوا فيا وعيطوا عليا كنعاود نقول لكم المهم هاد الخواتات من داخل الوطن ومن خارج الوطن كنموت عليكم. الو غير بنات عطوني لا سوليسيون اللي تكون بزاف انني نضعف نطيح واحد الكوا ما عرفتش تكون تكميم معدة. انا ما غاجيش تكميم معدة لانني انا في 113 تكميم معدة خصو من 150 كيلو الفوق وما نديروش لان فريمون جات عندي ساره ومي السعديه مسكينه جات عليه داو قالها تحيه ليهم في جدا تكميم معدة ولكن ما عجبنيش لا ريزولتا فريمون. انا خاصني ندير اما الكابسول يا اما شي حاجه اللي نحاول نقص خصني شي حاجه اللي تبزز عليا دابا المشكل باش ندير انا ريجيم راسي ما قديش خاصني تبزز عليا انني واخا نبغي ناكل ما نقدرش. هذا هو المشكل. تحيه لكم كنموت عليكم خوتي الى اللقاء.